فائلة في الطلب. لو انا قلت رقم ان انا ببيع، عملت مول ببيعه في الوادي الجديد، سعر المحل كام؟ ممكن تلاقي رقم الوادي الجديد مين ده يعني. لكن احنا لما عملنا بالمزاد العالمي بعنا المتر في الوادي الجديد بالمزاد استثمار 56,000 جنيه. فالمساله بتختلف، حتى داخل المحافظه الواحده في بعض المحافظات اتعملت مزادات تتباع المتر ب 120,000 جنيه في المحلات. فلما يجي العمليه داخل قال عليها احمد بيه القوى بقى العزب الفقيره يعني ممكن يتحط للقوى المسجله الاقصر فقط والعزب والنجوع الاقصر فقط. اما في المدن فالمساله بتختلف من منطقه الى اخرى. اما النقطه اللي هختم بيها بقى مال الوقت، الحقيقه احنا يمكن استقر العمل سواء في مجلس الوزراء، ويمكن انا اذكر في مره من المرات احد الساده المحافظين كان خد قضيه نزع الملكيه للنفع حتى لنفع العام، فسجلنا ان كما ينزع الملكيه الخاصه تنزع الملكيه للنفع العام ولكن بالقيمه السوقيه العادله. لان مال الوقت الاصل عند بعض الفقهاء انه لا يباع ولا يشترى الا للضروره. ولاني انا كنت في لجنه الشؤون الدينيه امس احد الساده النواب احتضر قال والدي كان واخد 5 فدانين اتباعوا في سنه 96 او 86. قلت له يظل حقكم في الماضيه فقط الى يوم القيامه بالخمس فدانين، مالكش علاقه تباعوا او ما تباعوش. لكن بدانا في الاوقاف، لو انا ببيع للضروره بعمل اشهاد جديد ووقف جديد باسم الوقف، لكن الراجل ده يؤلمه ان وقف جده اتباع او ان حد حط ايده عليه وفجاه لقى الوقف بتاع جده، وده لا يشجع الناس على الوقف ولا على عمل الخير. فالوقف ذو طبيعه خاصه، ولذلك الاوقاف فيها قانون بينظمها وفعلا بيحكمنا ضابط شرعي وضابط قانوني. مجلس اداره هيئه الاوقاف لديه نسبه من السعه والمرونه ربما اوسع من القوانين العامه، لانه عنده السلطه المختصه. ولذلك حتى احنا بدانا من قبل القانون ده ما يصدر ندي تيسيرات في المصالحات، ندي تيسيرات في التقديم بقرار من مجلس اداره الهيئه واظن سياده اللواء حمدي بيه معانا وعارف ان احنا ماشيين ازاي. وفي الفتره الاخيره بننهج سواء من الناحيه الشرعيه ان لا يكافئ المغتصب باغتصابه، يمكن نراعي البعد الاجتماعي. يعني احنا في هيئه الاوقاف بنفرق في واحد واخد ارض زراعيه وواحد في عزبه لقى ابوه وجده وبيت وقاعد في 150 متر، مراعاة البعد الاجتماعي والظروف الاجتماعيه قائمه. لكن الاعفاء النهائي لاي واحد وضع ايده على حاجه مش ملكه حتى من الناحيه الشرعيه مرفوض، ولو هو محتاج مساعده اجتماعيه ياخد من اي باب مساعده اجتماعيه ويسدد الحق الايه؟ الحق العام.